شيء كبير، تحكي على 60% من سوق البث التلفزي يمتلك أموالها الريال والبارسا في إسبانيا. ميسي لو برشا انطلاقة عن طريق إنيستا، إنيستا يسدد عرضية، فرصة كبيرة والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول من تشافي. زرقاء اليمامة تحضر لتصعد الأنصار 1-0 في أقل من 10 دقائق. الهدف بدأ يسخن، قلت لك كان واضح، كان يتحضر، كان يسخن الجول ديل فوتبول كلوب بارسلونا. الهدف الأول من تشافي هرنانديز، 1-0 في 10 دقائق، انطلاقة ولا أحلى لمباراة ولا أروع. ما زالت روائع للمدريد، ولكن في 10 دقائق شبعنا كورة، دوخنا كورة البلاوغرانا. شوف الهدف الأول، شوف الانطلاق، شوف انيستا يعطي الباس، ما فيش أوفسايد، ما فيش ولا أدنى شك، ما فيش تسلل، وبلمسة فنية بكورة من الساحر للعبة من السحرة يتقدم الفريق الكتالوني 1-0. شوف الكورة، شوف الباس، شوف الانطلاق، شوف هدوء الأعصاب، شوف دقة المهارة، شوف الموهبة والهبة الإلهية، إمكانيات عريضة للفن البرشلوني. 1-0 عن طريق تشو. 1-2 يقف تيمبوريزي، تشافي يحط كرة على اليسار هو برشا، الانطلاق عن طريق الفيا، الفيا المرافية، والهدف الثاني، الهدف الثاني من بيدرو، الهدف الثاني من بيدرو من القادم من فالنسيا، احد الخفافيش يبصر في لقاء الكلاسيكو ويكون مد للمساندة والمساعدة في ثاني الاهداف. جول ديل بارسيلونا، الهدف الثاني، الهدف الثاني. لا تحكي لي على بيبي ولا تقول لي راموس، دفاع حصالة في اول المشوار، 2-0 في دقيقة 18 عن طريق بيدرو في مرمى يكار. الهدف الثاني والكاميرا تلعب على الأعصاب. بيب غوارديولا 2، مورينو 0، ميسي 2، رونالدو 0. لما تتشخص مباريات الكورة في أشخاص وبأسماء، نعم هكذا هو الكلاسيكو، هكذا الانطلاق، هكذا لحظة الإطلاق، هكذا لحظة زيارة الشباك، الانطلاقة قوية من الكتالان. 2 البارسا، 0 مدريد. شوف ترجع الكرة في الوسط عن طريق الفيش، دانييل، دانييل، شوف وقفة المدافعين، أخشى على الميرينكي من هدف أخرى، ويمشي ميسي والفيا والمرافية، والهدف الثالث في وقت الكلام في حديث واستنتاج. لما قلت تخشى على الريال من أهداف أخرى، يأتي الثالث بنفس الطريق، يأتي الثالث من خارطة الطريق، سلاحها ميسي ومفتاحها فيا، وشعارها امتاع، ولغتها ابداع، وسحرها اقناع. 3-0 للاف سي بي للبارسلونا. الفيا المرافية يمر للمرة الثالثة في مرمى مدريد. إذن الهدف الثالث، لغة أخرى، لغة ما يفهمها كان ميسي في ظهر المدافع مرة أخرى. مش ممكن، مش معقول، مش مقبول، فريق بحجم الريال يواصل ويتواصل مع سذاجة التمركز لمدافعيه. شوف الباس، شوف طلب الكرة، شوف حطان الكرة، شوف الكرة والكرة والكرة، كرة غير الكرة، الكرة الحقيقية اللي تشاهدها. الكرة هذه دوختني، الكرة هذه قتلتني، الكرة هذه كرة ترجع للفريق الكتالوني. يتقدم مرة أخرى ميسي، ميسي، ميسي تعدى، ميسي باسي مرة أخرى بنفس الطريقة، وفرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع لكوارتو من فيا. مش معقول يلعب بيبي ولا انها بتلعب كشوالي، مش ممكن مرة أخرى، مش ممكن يا مدريد. الهدف الرابع للصحراء، الهدف الرابع بقيادة ميسي. اليوم الليو لن يسجل بل سيلعب دور المسجلين. كل التمريرات، كل الباسات، كل الجواهر، جواهر يعطي فيها ميسي، يقول له سجل يا فيا، ادخلها المرمى يا فيا، ادخل بالكورة للتاريخ يا مرافيا. 4-0 للبرشلونة. ما فيش كلام،
ما فيش كلام يا مارسيلو، لن تجدي الدعوات، لن تكفي الكلمات. الليلة كتالونية، الليلة برشلونية، الليلة للبيب غوارديولا. مرة أخرى، لا سامحني سامحني، ثلاثة أهداف بهذه الطريقة. ميسي ما يضغط عليه حتى لاعب من الوسط، يحط كرة في طبق وطبق بجواهر بديامونت. شوف الميسي ماذا يفعل. لو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي، لو كان الإبداع رجل لضيفته على انتصار رقم 63 في تاريخ الليغا للبرسا مقابل 68 فوز للمارينجا مدريد. ضرب كرة أخيرة، بوجان، عرضية خطيرة، والهدف الخامس، الهدف الخامس من جيفران، الخماسية الخامسة في تاريخ البرسا بالكلاسيكو. 5-0، 5-0، خماسية في الوقت البديل، 5-0 للبرسا. الخمسة اللي تمناها الجمهور، الخمسة اللي حكيوا بها اللاعبين، الخمسة اللي تمناها الإعلاميين الكتالونيين. 5-0 لليلة لم تكن ليلة، لفرحة أكبر فرحة يا جيفران. 5-0، إشارة بيكي المستفزة للمدريديين والمستحقة للكتالونيا. 5-0، 5-0 للإف سي بي. ما كانتش مباراة، ما كانش كلام، ما يتقالش بعد الكلام. البرسا كان أقوى أفضل. الريال مرة أخرى يثبت أنه ما غير دفاع، على نفس الخط، هدف سليم لهدف صحيح لخماسية، والخامس من صناعة لاماسيا. 5 من جيفران بعد كورة من بوجان. 5-0 يا فيكتور. الريال نتيجة للنسيان، في ليلة للنسيان، في ليلة نام فيها المرينجي ولم يدخل